لقد جعل الله تعالى في الأرض أفذاذا حكماء وقادة فطناء، وأن من أجل نعم المولى جلت قدرته على هذا البلد العريق في عهده الحديث أن قيض له قائدا ملهما هو حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. اشتهرت حكمته لدى الحاضر والباد، حكمة مفعمة بمعاني الذوق الرفيع، فغدت مصدر إشعاع براق، رسمت ثوابت أصيلة، ورسخت أسسا متينة لمنهج سديد في هذه الحياة. هذه التنمية هي متواصلة، التنمية بإذن الله سبحانه وتعالى لن تقف. فالمتمعن في النطق النير لجلالته أدامه الله تعالى يجد سطورا محبرة بالأفكار العبقرية وحروفا مضيئة بالمبادئ النبيلة في شتى مناحي الحياة ومشاربها، فهي النبراس الوضاء الذي يرشد إلى كل ما هو خير. ومن أهم مقولاته السامية إن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن الحكومة والشعب كالجسد الواحد، إذا لم يقم عضو منه بواجبه اختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد، وأن الجميع إخوة سواسية، والميزة والتفاضل بمقدار الإخلاص والكفاءة، وأن تحصيل العلم ليس ترفا، وإنما هو التزام بكل القيم الخيرة النيرة، وإسهام جاد لا يعرف الكلل في بناء الأمة، وأن العمل الجاد ليس هواية يمارسها الفرد متى شاء، بل العمل جزء لا يتجزأ من العبادة، وأن الأيام في حياة الشعوب لا تقاس بوحدات الزمن، وإنما تحصى بالإنجازات، وأن المستقبل المشرق لا يبنى إلا بالهمم العالية والعزائم الماضية، وأن مستقبل هذا العالم يكمن في التعايش السلمي والتفاهم الواعي بين البشرية جمعاء. نريد أن نصادق كل شعوب العالم، وأن تكون لنا علاقات مع كل شعوب العالم، ولكن هناك أسس يجب أن تكون أولا واضحة لدى من يريد أن يمد يده لنا، وهذه معروفة، يعني سياسة السلطنة الخارجية معروفة، هي الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل من أجل الاستقرار والسلام في العالم. وبما معلوم أنت إذا تعمل من أجل استقرار في منطقة أنت ساهمت، ما في شك، مساهمة، لأنه كل منطقة هي جزء من العالم ككل يعني. فحري بكل من ابتغى الحكمة أن ينهل من مكنون النطق السامي لجلالته أدامه الله، فيستخرج منه الدرر الفريدة والجواهر الثمينة، ويجعل منه نورا يستضيء به قلبه وعقله، وحصنا يحرسه بالنظرة الثاقبة، ومنهلا يلهمه الحكمة البالغة، لأن هذه المقولات السامية ستظل إشراقات ساطعة للحضارة الإنسانية المعاصرة، وصفحات ناصعة تقرأها الأجيال المتعاقبة لتسترشد بها في مسالك هذه الحياة.